الله خير. طيب تركي الموسى، وش قصة تاكسي مصر؟ غور يلا أو غور يلا ما أدري. شباب للتنويه باقي معكم 5 دقائق للتنويه. غور يلا. غور يلا، إيش سالفة هذه؟ هذا واحد من الشباب كنا رايحين مصر. يا سلام. كان في تسجيل عمل هناك شغلة بخلصها. يا سلام. فكان جاي معي. شاهد إنه نزلنا من الفندق ومر تاكسي. فقال أوصلك يا باشا. قال خوي غور يلا. إيش معنى غور يلا؟ يعني شو أقول لك؟ لا يعني زي اللي رح بس إنها غير مقبولة عندهم. توكل على الله. توكل على الله. هو يسمعها وهقلناها على ما قال كلمة بتجملها. فقال غور يلا. صفط التاكسي ونزل. يا سلام. عرفت؟ سلمت. ترك توترنا يا أبو علي أنت. باقي 5 دقائق. حقت 5 دقائق. سلام. نزل من التاكسي ونصها خوي. وقلت ليش تتكلم؟ قال لي يا اخي انا ابي زي اللي ابغاه يمشي. قلت اصلح انت وياه وامشي واخليه. وخويك سحبت عليه. جاء تراجد وياه بالكلام عشان ما اتضارب. اي تعاد وجيت كني ما اعرفه. قلت معليش يا باشا هذا يعني تعوض من الشيطان. غلطان تعوض من الشيطان. وسايح مسكين ومش الرجال. اسال الله يوفقك. طيب يا الله يكرمك. وش سالفه الساعه؟ بعدين تعجب. اي ساعه بس؟ لازم في صوره تشوفها معها هنا. طيب سالفة الساعة هذه يقولون ايش سالفة الساعة هو مع الصورة ور عشان يتذكر. ايه هذا واحد من العيال كنا ماخذين استراحة فكل واحد تكفل بشغلة. يا سلام. هو تكفل بالجدار 4x5. حلو. قال هذا الجدار خلوه علي انا بجيب ساعة تغطي الجدار ومع الجلسة بيصير شكلها حلو. يا سلام. قلنا آمنا بالله ويطلب هم الموقع. ويوم جاب الساعة والله لو تركب على وجه ركبت ما كفت الجدار كله. صغيرة. صغيرة. كنت متأملين إن الشكل بيطلع. إيه يعني إن الحين خلينا استراحة شهرين ننتظر الطلبية توصل. أوفو. على قولتهم ما يبتسل إلا من كبره. في النهاية صح. يوم جت الساعة على قياس وجهه. بس ماله ريح أبو زيد ولا عدمه. طلعنا من عاد الاستراحة وقعدت فيها الساعة ما تركبت. عسى الله يوفقك إن شاء الله.